أعزائي المشاهدين في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم النيل اليوم. موضوع حلقتنا النهاردة هنتكلم فيه عن السوشيال ميديا وأهميتها وتأثيرها على العالم كله. بس قبل ما أبدأ موضوع حلقتي النهاردة أحب أرحب بزملائي. أهلا بك يا داليا. أهلا بك يا بدور. أهلا بك يا شيرين. أهلا بك يا بدور. طبعا زي ما كلنا عارفين أن السوشيال ميديا بتشغل حيز كبير جدا في حياتنا، حياتنا في أطفال شباب كبار سن، كله دلوقتي بقى مهتم اهتمام كبير جدا بالسوشيال ميديا. انت ايه رايك يا داليا؟ انا شايفه بصراحه ان السوشيال ميديا بقت مهمه جدا في حياتنا، بقينا بنستخدمها دايما، بقت زي الانشطه اللي بنستخدمها كل يوم في حياتنا العمليه او كمان في الشارع او في البيت. بقى الجيل الجديد كله داخل على السوشيال ميديا ماسك الموبايل على طول، بقينا شايفينها يعني بقت حاجه اساسيه في اليوم، كلنا بنستخدمها، يعني نصحى من النوم على طول نمسك الموبايل نشوف ايه الاخبار الجديده، نشوف ايه الاحداث الجديده. فبصراحه السوشيال ميديا انا شايفاها حاجه مهمه جدا وضروريه في حياتنا كلنا. ايوه فعلا، احنا دلوقتي بقينا بنعرف اخبار العالم كله تقريبا من السوشيال ميديا، مش بس في مصر، احنا كمان بنقدر نعرف اخبار الرؤساء واخبار المشاهير، وبنتعرف على المشكلات السياسيه او الاقتصاديه او الاجتماعيه وغيرها من المشكلات، وكمان بنلاقي لها حلول من خلال موقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا. انت معاكي حق يا شروق، فعلا دلوقتي بقينا نقدر نعرف الاخبار الخارجيه والاخبار الداخليه بسهوله جدا، مش الاخبار اللي داخل مصر بس، يعني نقدر كمان نتواصل من الاخبار اللي خارج مصر. صح عندك حق، وانا شايفه كمان اللي بيميز السوشيال ميديا دلوقتي انها نقدر وقت حدوث، يعني اول ما يحصل حاجه بنقدر نعرفها في وقتها، على عكس زمان كنا ساعات مثلا لما يحصل حاجه نستنى لتاني يوم على ما تتذاع. زي حادث بيروت شفنا فيديوهات مصوره بتنقل لنا الحادث بالظبط زي ما هو حدث، فاحنا بيبقى أيوة دي حاجه لايف قدامنا، فكل حاجه اول مميزه. اول ما حصل الحادث عرفنا في ساعتها وتوصلنا فعلا في ساعتها للفيديوهات وشفنا المنظر كان عامل ازاي هناك، كان منظر مؤثر جدا طبعا، كان صعب جدا. ما استناش الاعلام على ما طلع وقدم لنا وورينا اللي حصل، لا احنا في ساعتها عرفنا الخبر من خلال السوشيال ميديا. ايوه زمان كنا ساعات نستنى لتاني يوم على ما الخبر يتذاع في الجريده او يتذاع في التلفزيون، لكن دلوقتي ده يعني سهل ان احنا نعرف اول ما حاجه تحصل بنعرف في وقتها. بقت ميزه مهمه جدا ان احنا نبقى مثلا في مصر او في بنعرف كل اخبار الدول واحنا في البيت عندنا، مجرد بس ان احنا ندخل نشوف الاخبار العالميه بنعرف اخبار احنا ما كناش ممكن نعرفها زمان، غير لما نستنى تاني يوم الاخبار الورقيه ونشوف الخبر كمان ما كانش بيبقى اكيد قوي زي دلوقتي. لا دلوقتي عندك حق، اي دلوقتي بقينا نقدر نشوفه صوت وصوره، يعني بقينا نقدر نشوفه بكل تفاصيله وكل حاجه حصلت فيه باللحظه بساعتها. وانا شايفه كمان ان السوشيال ميديا دلوقتي من اهم وسائل التواصل الاجتماعي في العالم تقريبا، وكمان من اهم ظواهر الاعلام الحديث. كمان يا شروق السوشيال ميديا فتحت ابواب جديده قوي في الفتره الاخيره، زي الاونلاين شوبينج، زي التسويق اللي هو الالكتروني، زي الحاجات الستورز اللي فتحت جديده على النت، فدي حاجه كويسه جدا انها وفرت فرص عمل كمان كتير، وبتدخل كمان دخل كويس جدا يعني اصحاب الشغل ده. كان زمان الشغل مقتصر على الرجاله بس، ما كانش ان الست تقدر تشتغل او تفتح حاجه خاصه ليها، خصوصا انه من البيت كمان يعني من غير وقت ولا جهد، بيوفر علينا وقت. دي حقيقه دلوقتي قدر يوفر فرصه كبيره جدا لرباط المنزل اللي قاعدين في البيت اللي مش قادرين مثلا يشتغلوا او ينزلوا يتفاعلوا مع السوق بره، بقوا دلوقتي يقدروا في البيت من خلال صفح كتير جدا على الفيسبوك يقدروا يسوقوا حاجاتهم. كمان بدور في الفتره الاخيره فتره فيروس كورونا لما كان محظور علينا فترة الحظر، وان احنا ما ينفعش ننزل، وان احنا ما ينفعش نروح نشتري او نتعامل مع ناس كتير، فده كان مسهل علينا الوضع جدا يا شروق. يعني ايوه طبعا صح عندك حق، وكمان دلوقتي بقى في مصداقية في الاونلاين شوبينج عن زمان. زمان ما كانش بتبقى تقريبا حاجة ما بتبقاش نفس الصورة ونفس الماتيريال، دلوقتي تقريبا بتبقى نفس الماتيريال، وكفايه انها بتجيلك في مكانك لحد باب البيت اساسا. دي حقيقة بتوفر عليكي دلوقتي، كنت في الاول كنت تنزلي علشان تكوني عايزه حاجه او كده، او مثلا تنزلي لازم تنزلي وتجيبي وتدوري، لا دلوقتي بقى في صفح وانت قاعده في البيت تقدري على الفيسبوك، بقى في تباعد اجتماعي اكتر. بس بصراحه انا شايفه برضو ان السوشيال ميديا ليها سلبيات شويه. ما هو بصي زي ما كل حاجه ليها زي ما ليها ايجابيات ليها برضو سلبيات،
ومن سلبيات السوشيال ميديا انا شايفه انها بتضيع وقت كبير جدا. دي حقيقه بتسرق فعلا وقت كبير جدا، ممكن نقعد مثلا ما نحسش بالوقت، ما نحسش ان احنا ضيعنا الوقت ده كله في السوشيال ميديا او في مثلا في الابز، مثلا بناخد من اب ندخل على الاب الثاني، ما بنحسش باي ان احنا ضيعنا اي حاجه فعلا. كمان يا بدور الاطفال والجيل الجديد بقى كله على الموبايلات، بقى في حاسس ان بقى في توحد اكتر، بقى في الطفل على طول قاعد مع نفسه ماسك الموبايل. حقيقة. عندك حق، اصلا السوشيال ميديا كترته بتؤدي لادمان، ومش بس اطفال على فكره، هو كمان شباب وكبار كبار سن كمان. أيوة دلوقتي بقى في كبار السن بقى دلوقتي بيهتموا باهتمام كبير جدا بالسوشيال ميديا، لانها بتوصلهم بسهوله للاخبار، بدل ما كان في الاول زي ما قلنا ان هم ينزلوا يجيبوا الجريده، دلوقتي لا بتوصلهم بسهوله. كمان بيحبوا التعارف اكتر على ناس جديده، يكسروا الروتين يكسروا الملل، فدي بقت حاجه منتشره جدا. احنا ناس كبيره كمان وشباب سايبين صحابهم اللي في الواقع وبيتعرفوا على ناس اكتر من جديده مش موجوده اساسا معانا هنا، او مش يعني من جميع انحاء العالم تقريبا. بس زي ما شروق قالت انا شايفه بصراحه ان هو بيسرق وقت كبير جدا، فانا شايفه ان احنا ممكن نوظفه في حاجات احسن، ان احنا نضيع وقتنا في رياضه، في نروح النادي، نستفيد من الحاجات دي، مفيده اصلا بتفيدنا حقيقه، وخصوصا كمان للاطفال. الاطفال دلوقتي زي ما قلنا ان هم بيقعدوا وقت كبير جدا على السوشيال ميديا، احنا ممكن نخليهم يمارسوا رياضه، نوادي، ينزلوا نوادي، سباحه، في حاجات كتيره جدا غير السوشيال ميديا عشان يقدروا يبقوا اجتماعيين بدل ما يحصل لهم توحد. الاهالي تقرب من الاطفال شويه والجيل الجديد اكتر، لانه السوشيال ميديا بتاثر عليه اكتر. صح، لقيت الطفل كل دلوقتي كل واحد عايز يقعد لوحده ماسك موبايله مشغول بيلعب بيعمل شات مع اصحابه، كل واحد يعني تحسيه في عالم منعزل كده. يمكن اكيد يا شو انت سمعتي عن الحكايه الجده اللي كان عندها احفادها ايوه، فلما جم عندها البيت لمت منهم الموبايلات. ايوه انا شايفه بصراحه ان دي فكره ممتازه، ان احنا المفروض نطبقها كلنا، بحيث نقعد مع بعض زي زمان، نتناقش، نتبادل الهموم، ويبقى في برضه زي زمان كده. كمان دلوقتي كمان حتى الاصدقاء لما بييجوا يتجمعوا اكتريتهم بيكونوا ماسكين برضه الموبايل، يتصوروا السوشيال ميديا، نزلوا، فهماني دلوقتي ما بقيناش نقعد مع بعض اكتر، شغل حيز كبير جدا 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 في حياتنا. بس هي برضه بتنسي الهموم، بس انا بحس انها بتشغل وقت مؤقت. ماشي، ما انا اقول لك على حاجه، بس انت لو استخدمتيها صح انا شايفه ان يعني بتقلل من ضغوطات الحياه شويه، بدل ما احنا على طول مثلا مضغوطين او في اشغال وكده، بترفه شويه، بتقلل عن ضغوطات الحياه شويه، بس مش ان احنا نسيب مثلا شغلنا او اللي احنا بنعمله عشانها، لا ده وقت فراغنا. هو ده كبير قوي يا شروق، انها بتسرق وقت كتير جدا، انت ممكن تقعدي على الموبايل 4-5 ساعات، انت مش حاسه بالوقت. والله يعني في ناس بتقعد بال 24 ساعه كمان، بتنسي ناس الفروض الدينيه، الفرض الديني بتاعها انها تصلي او تعبد ربنا. عندك حق، لانها ما هي بتشغلك، فبالتالي اللي هو طب ماشي مش عارفه هعمل ايه وهقوم. دي حقيقه دلوقتي بقينا اللي هو من كتر ما هي بتاخد وقت كبير جدا بقيتي ان انت تنسي اصلا حتى يعني اللي هو هقوم اهو هقوم كده. أيوة أيوة. زي ما ليها ايجابيات واضحه جدا ليها سلبيات زي التضليل. ايوه التضليل بقت حاجه منتشره قوي الفتره دي يا شروق، زي الاخبار الكاذبه اللي كل شويه يوم والتاني نلاقي مثلا خبر مش عارفه ايه عن المشاهير وفي الاخر بيطلع اخبار كاذبه. دلوقتي بقى دلوقتي كمان المشاهير بقينا نتواصل معاهم هم شخصيا من خلال الانستجرام مثلا، بس دي من ايجابياته يعني، دي ايوه دي ايجابيات ان هم بقى دلوقتي يقدروا يطلعوا يصححوا الخبر اللي طلع عنهم دول لو خبر كاذب. ايوه صح، وكمان شايفه من ايجابيات السوشيال ميديا انها من ايجابيات السوشيال ميديا ان بتخلي الاشخاص العاديين يعبروا عن رايهم. دي حقيقه. على عكس أيوة. زمان دي حقيقة. زمان مقتصر ان الامراء او الرؤساء الوزراء بس اللي يقدروا يطلعوا، دلوقتي بقى اي مواطن عادي يقدر يقول رايه ويطالب بحقوقه. فدي بقت حاجه كويسه جدا جدا عبر السوشيال ميديا، بسبب السوشيال ميديا ان احنا قربنا من بعض اكتر. ايوه فعلا. وكمان دلوقتي ما عندش فيه اللي هو مش لازم يكون يعني حد مهم عشان يقدر يعبر عن رايه، او حد مثلا ليه سلطه او حد، لا دلوقتي انت حتى اي واحد يقدر دلوقتي يطلع يكتب بوست، البوست بيتشير الناس كلها تعرفه وتعرف. وبرده من ايجابيات السوشيال ميديا ان احنا بقينا دلوقتي بنقدر نكون صداقات في كل انحاء العالم، مش بس في الدوله اللي احنا فيها او البلد اللي احنا فيها، لا انت بتقدري تتعرفي على ناس اكتر وناس جديده، فده انا شايفاها حاجه ايجابيه. دي حقيقه فعلا، تقدري دلوقتي تتواصلي مع اي حد في اي حته مهما كانت ايه الحته ديت، بتقدري تتواصلي معاهم، وكمان بتقدري تعرفي يعني شخصيات جديده ولغات جديده. بس انا شايفه برضو ان السوشيال ميديا ممكن يكون سبب في زياده نسبه الطلاق. نسب الطلاق بقت
عالية جدا في الفترة جداً. الأخيرة بسبب السوشيال ميديا والموبايلات، دايما الزوج أو الزوجة على الموبايل أيوة. فدي حاجة بتبقى مشغولة عن مهامها، والزوج برضو بيبقى مشغول على المفروض ان يعمل، كل واحد قاعد مشغول في موبايله. طب ما هو كمان ممكن ياخد السوشيال ميديا، ممكن تاخدهم من اولادهم، يعني حتى اللي هم التربيه يأثروا في تربيه اولادهم. بقينا ملاحظين كتير قوي كمان ان الامهات حتى تلاقي مع يعني ابنها معاها في النادي ماسكه الموبايل وسايباه، مش مهتمه، مش وده مهتمه على فكرة ممكن يسبب كوارث كبيره جدا. ما هو ان احنا مش مهتمين باولادنا، طب افرضي حصل حاجه فعلا، فدي حاجة سلبية جدا. انا شايفة ان احنا نوظف الوقت اكتر في حاجة مفيدة. نستخدم سوشيال ميديا بس بوقت محدد، بوقت محدد. الحقيقة دلوقتي بقى فيه عليها شغل كتير، عليها بتزود الدخل. هو كويس لو استخدمنا صح، لكن لو استخدمنا غلط طبيعي هيأثر علينا بالسلب. هو كمان بيأثر على الأطفال، إنه مش بس أمراض كمان نفسية، أمراض جسدية كمان، لأنه بيضعف النظر وبيسبب توتر وإرهاق وتوحد على مر الزمن، بيسبب توحد. كمان السوشيال ميديا بقت معتمده قوي ان هي توصل الراي، يعني نلاقي قضيه راي عام. قضيه الراي العام دي بتبقى يعني نابعه من السوشيال ميديا. في قواضي كتير مش بتبقى على الواقع، بتبقى حصلت على السوشيال ميديا فبنلاقيها مره واحده طلعت للنور. ناس كتير بيتكلموا عنها، زي الولد اللي هو كان في ولد قبل كده كان بيقدم لكليه باين من كام يوم، ظاهره التنمر ظاهر، هو ما كانش قادر ان هو في حاجات فعلا احنا دلوقتي بنقدر نعرفها من خلال السوشيال ميديا ما كناش ممكن نعرفها ابدا قبل كده ولا نسمع عنها حتى. دي حقيقه، بقينا دلوقتي نعرف الاخبار الجديده اول باول بسبب السوشيال ميديا. بتنقل الراي، يعني الراي العام للحكومات، وبقت بتطلع حاجات كتير، مواهب كتير وحاجات بتفيد الدوله. يعني يمكن ناس كتير قوي اللي هنا الفتره الاخيره ناس عندها مواهب بس ما كناش نعرف عنها حاجه. طبعا الكورونا والسوشيال ميديا، فتره الحظر طلعت بصراحه ناس كويسه كتير جدا. أيوة. في مجالات كتير جدا، في مجال الرسم ومجال التمثيل ومجال الغنى، احنا يمكن في كل المجالات تقريبا يعني، ومش بس الشباب، للبنات كمان. السوشيال ميديا بصراحه ليها مميزات كتير يعني جميله جدا، ونعترف بيها وان هي حاجه كويسه جدا في حياتنا. كلنا بنستخدمها، كلنا عندنا اكونت على تويتر، على انستجرام، على فيسبوك، مش متصفح واحد، يعني اكتر من حاجه، بحيث ان احنا نعرف اخبار مختلفه ومش بنعرفها، يعني بنعرفها بس كمان بالدليل، يعني كمان دي احلى حاجه. انا شايفه برضو ان من مميزات السوشيال ميديا ان دلوقتي مثلا لو عندك مثلا ابن في الغربه او حاجه تقدري تكلميه دلوقتي فيديو كول، صوت وصوره، وتشوفيه. كل ده فري، على عكس برضو زمان. زمان كنا نستنى ينزلوا يعني سنين. عندك حق، ولما كنت بتعيدي تعوزي تعملي معاه مكالمه او كده كان بيتكلف جامد جدا. كنت ممكن تشتري خط مخصوص بتاع الدوله اللي هو فيها علشان تقدري تكلميه، او ممكن تستني لتاني يوم، وممكن بقى الشبكه، يعني في حاجات كتيره جدا ممكن. سهلت علينا حاجات كتير، طرق كتير، كمان سهلت علينا طرق السفر. دلوقتي يا شروق نقدر نحجز الطياره واحنا في البيت. عندك حق، دي حاجه نحجز الفندق واحنا في البيت. يعني دي انا بصراحه ميزه يعني كويسه جدا، دي حاجه كويسه. بتتطور بشكل كبير جدا وبشكل مفيد لينا. يعني بقى ممكن تقعدي، يعني فتره كمان الكورونا دي بدور، احنا ما كناش بننزل نعرف ننزل ناكل في مطاعم، ننزل مولات، كل ده كان بيبقى متاح على السوشيال ميديا. كل ده ما كناش بنضطر ان احنا نبذل مجهود اكتر زي زمان عشان نعمل ده. بقى كل حاجه سهله، بقت كل حاجه صح متاحه. عندك حق. يمكن كمان الفترة دي ناس كتير بدأت تسافر وكده، معظم الحجوزات. بصي، هو انا شايفة ان السوشيال ميديا بقت لا غنى عنها بصراحة، يعني في حياة الانسان زي ما ليها سلبيات بس هي لا غنى عنها دلوقتي. انا شايفة بصراحة ان ايجابياتها اكتر من السلبيات. ايوه، فيها سلبيات في كل حاجة، ليها ذو حدين. يعني زي ما ليها ايجابيات ليها سلبيات، زي كل الحاجات تقريبا، ما فيش حاجة ليها ايجابيات بس او ليها سلبيات بس. انا شايفه بصراحه ان احنا لو استغليناها اكتر، وظفنا وقتنا اكتر في حاجات مفيده، انا شايفه ان احنا هناخد منها احسن استغلال، وهنستخدمها في حاجات يعني ممكن ننمي مواهب. او هي اصلا بتكشف مواهب كتير جدا مدفونه ما حدش يعرف عنها حاجه، هي بتكشفها وتطلعها. كمان احنا نسينا نتكلم على حته مهمه جدا، اليوتيوب. دلوقتي المواهب اللي انت بتتكلمي عليها يا شروق بدات تطلع دلوقتي على اليوتيوب،
مواهب مش غنى ورسم وطبخ كمان. في ستات قاعده في البيوت دلوقتي تقدر تعمل قناه على اليوتيوب وتقدر تنزل اكلات وبطريقه سهله وطريقه بسيطه لواحده لسه مبتدئه في المطبخ. صح عندك حق. غير كده كمان انت دلوقتي فكرتيني بنقطه ان احنا دلوقتي اي حد عايز يعمل اي اكله او اي وصفه يقدر يلاقيها على اليوتيوب بكل سهوله. دي حقيقه. كل سهوله ويسر. على عكس برده زمان ما كنا لازم كان بيقعدوا يكتبوا الوصفات في ويستنوا البرنامج. ايوه ويعرفوا يا شروق دلوقتي اي حاجه عايزينها بنلاقيها. ما كنا زمان نستنى البرنامج او الفيلم او التمثيليه نستناها ساعه ساعتين قبلها عشان نشوفها نحضرها. دلوقتي كل حاجه بقت متسجله كل حاجه بقت صح موجوده. تقدري تشوفي المسلسل اللي انت عايزاه في الوقت اللي انت عايزاه في اي وقت وفري عادي. مسلسل بقى برنامج مسلسل الافلام وقت معين. في السينمات موجوده كنا بنضطر نروح نحجز تذكره عشان صح. نتفرج على الفيلم اللي لسه نازل جديد. دلوقتي خلاص السوشيال ميديا ما بقتش كل حاجه ما بقيناش مضطرين ان احنا ننزل ونروح ونيجي. لا في البيت كل ده في البيت. معاكي حق ده حقيقه فعلا. وكمان الاعلام انا شايفه قصدي ان السوشيال ميديا انا شايفه انه من اهم الاعلام دلوقتي بقى ليه دور كبير جدا. السوشيال ميديا بقى ليها دور كبير جدا في الاعلام. دي حقيقه. دلوقتي فعلا الاعلام يعني بيستفاد بياخد اكتر مصادره من السوشيال ميديا يعني زي ما قلنا يعني زمان كان مقتصر على قناه اتنين ما كناش بنقدر نعرف اخبار اكتر. دلوقتي بالعكس ده في اخبار ما بقتش تطلع للنور غير من السوشيال ميديا. حوادث كتير حاجات كويسه كتير. فانا شايفه انها كويسه جدا لا غنى عنها في حياتنا. ليها افادات كتير ليها ايجابيات كتير على عكس السلبيات احنا ممكن نحلها نلاقي طرق. هو فعلا لازم كل حاجة لازم فعلا طرق. نلاقي طرق يعني هي اكيد زي ما ليها ايجابيات زي ما ليها ايجابيات ليها سلبيات. بس صح. اكيد السلبيات ديت ليها حلول وليها طرق كتير جدا. احنا عملنا رقابه على مثلا المفروض نعمل رقابه على الاطفال. يعني كل ام واب مفروض يبقى عارف ابنه بيشوف ايه وبيتفرج على ايه عشان يعني ما يدخلش في طرق غلط. لان دي حقيقة. هو كمان دلوقتي الجيل الصغير لو اتاثر بحاجه بسيطه وقلدها زي مثلا شاف حاجه على السوشيال ميديا فيديو حد بيشرب مثلا سجاير كده ممكن يقلده فهتبقى خطر جدا عليه. كمان بقت حاجه يمكن هي ظهرت من سنين قريبه قوي اللي هي شرطه الانترنت. زي ما انتوا عارفين بقى في تنمر كتير قوي مشاكل كتير قوي بتحصل على السوشيال ميديا الانترنت عامه. فبقت حاجه كويسه قوي ان بقت في شرطه للانترنت. اي حد عمل مشكله نقدر نتواصل مع الشرطه عشان تحل لنا المشكله دي. فدي حاجه كويسه جدا. المشكله في خلال يعني وقت قصير. دي حاجه بديله ان احنا لسه هننزل ونعمل بلاغ. فدي بقت حاجه كويسه ومن مكانك بس وانت في البيت ايوه عندك حق. وهما فعلا بيتصرفوا صح وفي خلال وقت يعني قصير. حاجه كويسه قوي بصراحه انا ما كنتش عارفاها هي تقريبا من زمان بس انا لسه عارفاها الفتره دي. فهي حاجه كويسه جدا و ضافت احترام للسوشيال ميديا اكتر. دي حقيقه. ناس كتير قوي تقول لك السوشيال ميديا لا السوشيال ميديا مش كويسه عشان الظواهر البشعه. عشان الظواهر البشعه فعلا هو على حسب الاستخدام يعني على حسب الاستخدام. هو انت لو استخدمتيه صح مش هيبقى وحش. هيبقى وحش ليه لو ما فضلتيش مثلا طول اليوم قاعده عليه ومشغوله عن حاجات كمان في الأساسية. في ناس بتهمل بيوتها ست بتهمل بيتها بسبب السوشيال ميديا. احنا برضو عندك حق. النقطه دي ده بقى منتشر جدا اليومين دول. دي حقيقه. وده اللي بيسبب ارتفاع يمكن كمان الزوجات ما بقتش بتهتم بازواجها زي زمان. زمان أيوة. كانت الست تستنى جوزها لحد ما يجي من تحت. دلوقتي يجي مثلا يجي ما يجيش عادي. فبصراحه هي دي حاجه اتمنى ان معظم الامهات ومعظم البنات دلوقتي تبص لها اكتر او تهتم بالموضوع ده اكتر. فانا شايفه ان ايجابياتها كتير وسلبياتها كتير بس سلبياتها نقدر نحلها لو استخدمناها صح فعلا. ايوه انا شايفه كده كمان. فالسوشيال ميديا بصراحه يا جماعه هي خلت حياتنا يعني فيها مهام كتير ممكن نعملها. خلت حياتنا ملت وقت الفراغ. الفتره اللي فاتت كان فيها فراغ كتير قوي. أيوة ما كناش عارفين نعمل ايه. ايوه في فيروس كورونا كنا عندنا وقت فراغ كبير جدا بنبقى قاعدين زهقانين اننا لا بننزل ولا بنطلع ولا يمكن السوشيال ميديا كمان قالت لنا اخبار مهمه جدا في اول فيروس كورونا. كانت السوشيال ميديا بتنقل لنا فعلا يا داليا اخبار كتير جدا واحداث كتير جدا عن اللي بتحصل في العالم كله. بس للاسف وقت حلقتنا انتهى لحد كده.
نتمنى ان احنا كنا نتكلم شويه عن الموضوع، ونتمنى ان انتوا تكونوا فهمتوا موضوعنا وعايزين نتكلم عن ايه ونوصل ايه، واشوفكم الحلقه الجايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. صباح الخير اعزائي المشاهدين، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من برنامج النيل اليوم. موضوع حلقتنا النهارده عن الدوري المصري بصفه عامه، وبصفه خاص موضوع ماتش القمه 120 اللي انتهت بفوز كبير على النادي الاهلي لصالح نادي الزمالك بنتيجه 3-1، افتتحها احمد زيزو. الهدف الثاني كان مصطفى محمد، الهدف الثالث الشاب الصاعد اسامه فيصل اللي عليه ضجه كبيره قوي السيزون ده. خلينا نرحب بالاول بزمايلي محمد. اهلا يا محمد. اهلا يا وليد. خلينا الاول نيجي نتكلم عن ماتش قمه، وكان زي ماتش مثير جدا، كان يمين وشمال، راح هجمه رايحه وهجمه جايه. خلينا الاول نبدا بتشكيل نادي الزمالك مع وليد، وبعدين تشكيل مع النادي الاهلي مع محمد. نبدا بتشكيل نادي الزمالك مع وليد، اتفضل وليد. كارترون بدا تشكيل الزمالك، كان في حراسه المرمى ابو جبل، باك يمين كان حازم امام، لعب في قلبي الدفاع محمود علاء والونش، راح ناحيه الشمال لعب محمد عبد الشافي، نطلع لخط الوسط نلاقي طارق حامد وفرجاني ساسي، وينج رايت كان احمد مصطفى زيزو، جنبه كان يوسف اوباما، وينج ليفت كان اشرف بن شرقي، مهاجم سترايكر كان مصطفى محمد. تمام. بدا فيلر تشكيل نادي الاهلي، الشناوي في حراسه المرمى، الناحيه اليمين محمد هاني، وفي قلبي الدفاع ياسر ابراهيم وايمن اشرف، والناحيه الشمال علي معلول، وفي خط الوسط اليو ديانج والسوليه وحمدي فتحي، وامامهم مجدي قفشه واجاييه، والهجوم الوحيد الصريح اليو ديانج. هو تشكيل فايلر اليو بادجي. هو تشكيل النادي الاهلي كان سيء جدا. الكوتش فايلر السويسري فلسف قوي كتير في التشكيل، هنلاقي لعب بخطه اوروبيه اللي هو 4-3-2-1، ودي دايما بيعتمد عليها بيب جوارديولا في ماتشاته، دايما اللي بيعتمد على السرعات، اللي هو بحيث ان هالي يطلع من اليمين يدخل قدام، يعني بحيث ان هو يشتغل باك يمين وباك رايت رايح جاي دايما كتير زي ما انت عارف. وده الفكر ده ما بيطبقش في الدوري المصري، انت عارف الدوري المصري امكانيات اللعيبه المصريه عامله ازاي، بالرغم ان هي ناس عاليه جدا جدا، بس الفكر نفسه مش مستوعب عشان ده فكر جديد جدا في الدوري المصري. فايلر كانت تشكيلته من الاول غلط اصلا، ان انت ما عندكش جناح جنب محمد هاني ان هو يغطي في الناحيه اليمين، فبالتالي دلوقتي الناس بتهاجم محمد هاني، ان هو كان سبب من اسباب خساره الاهلي. احنا لما نلاحظ ونبص على الماتش هنلاقي ان اللعيبه كلها ما كانتش في مستواها، محمد هاني كان بيلعب في الناحيه اليمين لوحده. حتى لما نلاحظ في الجون الاول اشرف بن شرقي خد الكره من قبل نص الملعب ووصل بيها لحد الجون، محمد هاني كان عند 18 الزمالك، فمحمد هاني كان سايب فراغ كبير في الناحيه اليمين لوحده، كان بيلعب فيها لوحده. يا وليد محمد هاني برده مش هيقدر يغطي الجبهه اليمين لوحده، كان المفروض هو يعني فكر فايلر ان قفشه يطلع ناحيه اليمين ويتحرك يمين وشمال وفي النص، ودوت اللي شفناه في المباراه، بس برده ما داش يعني ما طبقش اللي هو عايزه فيه. احنا لما نرجع ونشوف هتلاقي ان فايلر كان بيلعب بطريقه 4-3-2-1. تمام. كان بيلعب بثلاثه خط الوسط، المفروض ان اليو ديانج كان يميل ناحيه اليمين مع محمد هاني، لكن هو اليو ما عرفش يطبق الطريقه اللي فايلر كان عايزها. ما تلاحظ مع بدايه الشوط الثاني راح مطلع اليو ديانج ونزل وليد سليمان وجيرالدو، رجع الطريقه اللي الاهلي بيلعب بيها 4-2-3-1. ليه بقى؟ ده هو ليه عمل كده؟ هو ليه طلع ديانج؟ ديانج اساسا ديفندر صريح، يعني نادرا ما يزيد لقدام ويكون مع يعني في الزياده الهجوميه. حته ان هو يروح لليمين دي كانت صعبه قوي عليه، ان هو يعني ديفندر صريح، فما عرفش يملى الفراغ ده، فبالتالي طلع في بدايه الشوط الثاني طلع اوجيه وديانج ونزل جيرالدو ووليد سليمان، وده اللي ظبط تشكيل الاهلي اللي هو المعتاد عليه، اللي هو السيستم عليه من الاول، الفايلر سيستم اساسا من الاول خالص. وحسام مجدي قفشه ظهر لما لعب في النص، تحركات وتشبات من تحت السرد باكات، لما كان ناحيه اليمين ما كانش ظاهر قوي وما كانش مدي اللي فايلر عايزه بالظبط. ما هو مظبوط كده، مع علشان قفشه اساسا ده مش مكانه، مزبوط. يعني قفشه مستحيل، قفشه خطورته ما بتبانش في الوينجات، قفشه بيكون دايما في النص، وصعب يعني ان يظهر في كل مكان، صعب يظهر خالص. اكيد هو لعبه بلاي ميكر. محمد مجدي قفشه ما ظهرش غير بعد ما وليد سليمان وجيرالدو نزلوا، لانه لعب في المكان بتاعه. في الشوط الاول كان بيلعب، كان بيروح ناحيه اليمين، بيروح شمال، بيروح في كل حته في الملعب، فبالتالي طاقته كلها استنفذها في الشوط الاول، لكن لما وليد سليمان نزل وجيرالدو نزل بدا خطورته تبان. حتى محمد مجدي قفشه جاب كره في العارضه
وليد سليمان بدأ يلعب في الوينج ليفت وعمل كرة عرضية طلعت من على خط الجون عفشه طلعها. طب هو امتى ماشي ما امتى ظهرت خطوره قفشه ووليد سليمان في بدايه الشوط الثاني؟ لان الاهلي الشوط الاول كان سيء جدا جدا، ميس باص من علي معلول في البدايه خالص دقيقه 13 كان اليو بادجي كان ليه يعني راسيه تحفه جدا كانت في القائمه، وبعدين تالق ابو جبل في الكره الثانيه، ده هو ده ادى ثقه لنادي الزمالك بعد كده ان هم يلعبوا بروح اكتر من الاداء، يعني بالعكس الاداء النادي الاهلي كان اكتر يعني الروح يعني الاداء كان غالب عن الروح. وخلي بالك برضو يا حسام الزمالك استغل نقط ضعف النادي الاهلي اذا كان من الناحيه اليمين او في تحركاتهم في استغلالهم للفرص في المرتدات، يعني محمد ما كانش قادر يسيطر على الموقف، مش قادر يعمل بلوكات من ناحيه بن شرقي، مش عارف يعمل بلوك خالص، وده برضو اثر من ناحيه الاوفرات من ناحيه اليمين، تلاقي السرد باك مقدم لان الطريق مفتوح هو الانتاج ينطلق. تمام هو مظبوط كده، ما هو المساحات اللي كان الشوارع مش مساحات هي كانت شوارع في ظهر محمد هاني ادت مساحه لبن شرقي يتحرك براحته، يعني محمد هاني لما كان يطلع قدام كان اوباما بيستغل ده مع بن شرقي يعملوا جبهه قويه جدا جدا جدا، وده جميل الهدف الاول لعرضيه بن شرقي اللي خد فيها ياسر ابراهيم على الثابته، وده كان صعب جدا لاي مدافع في العالم ان هو يتاخد على الثابته ويعدي. بقى ان ياسر ابراهيم برده كان المفروض اشرف بن شرقي جاي من قبل نص الملعب، محمد هاني خلاص خرج بره الجيم خالص، تمام المفروض ان ياسر ابراهيم كان يقابل اشرف بن شرقي بره ال 18 خالص وياخده ويخرج بالبره، لكن ياسر ابراهيم كان بيرجع واشرف بن شرقي جاي عليه، فبالتالي ان اشرف بن شرقي دخل منطقه ال 18 فكان اي احتكاك من اشرف بن شرقي خصوصا ان هو لاعب ذكي جدا كان هيبقى ضرب الجزاء. عايزين نقول برضو يا وليد ان لو فايلر كان بدا باحمد فتحي كان ممكن يعمل بلوك جامد جدا من ناحية اليمين لان هو لاعب خبره قديم جدا وفي ماتشات القمه كلها بنشوفه هايل جدا بمستوى عالي جدا، كان يعمل بلوكات كان لانه لاعب سريع، هو كبير في السن بس عنده سرعه رايح جاي مرتده يرجع، كل دوت كنا بنشوفه في الماتش اللي فاتت. هو فعلا احمد فتحي كان المفروض يبدا ماتش الاهلي والزمالك، ده ماتش قمه مش ماتش دوري عادي من اهل ومقاصد، مش عنده خبره عادي. خبره هي الخبره، هو الماتش ده عايز خبره، وليد سليمان كان يبدا احمد فتحي، بس احمد فتحي اللي هو زي ما بنقول كده عصام الحضري المفروض يبدا ماتشات افريقيا لما كان في الاول، ليه بقى؟ عشان الماتشات ده كان عايز خبره، احمد فتحي خبرته في الملعب كانت هتفرق، يعني احمد فتحي لو كان موجود كانت الجبهه اليمين دي اتسدت خالص، ما كانش مزبوط. كان الزمالك كان هيعجز عن الحلول، كان حله الوحيد الاول ان جبهه اليمين، وده بعد كده اثبت تفوق نادي الزمالك، نادي الزمالك عمل ماتش عالمي بصراحه، يعني بصراحه يا وليد كان ماتش تحفه جدا جدا جدا. هو كارتيرون بيلعب بواقعيه مش زي فايلر، فايلر غير طريقه التشكيل بتاعه اللعب، كان بيلعب على طول 4 2 3 1 ودي الطريقه اللي بيلعب بها الاهلي. فايلر لما غير الفكره بتاعه اللعب بتاعته كان لازم يفهم ان اللاعب المصري ما عندوش الفكره ان انا اغير طريقه لعبه مره واحده. ده مش لاعب كوره. وعايز اقول لك يا وليد ان كارتيرو استغل النقطه دي، استغل نقطه تفكير فايلر، استنتج تفكيره هيمشي ازاي بالظبط وعكس تماما، نحس يعني ناحيه اليمين فاضيه، استغل النقطه دي. كارتيرون جه في وقت كان بيلعب على المرتدات ما كانش بيعمل اكتر من كده. مظبوط بيلعب على المرتدات، احنا كنا شايفين الاهلي اكتر من مره، حتى الجون الثالث كانت هجمه مرتده، الجون الاول نفس الكلام هجمه مرتده، كانت لمستين اتنين كان خلاص الزمالك وصل للجول. مظبوط. الناس بتقول علي معلول، انا بحب لولو، تمام علي معلول ما عندوش غلطه غير في الجون الاول بس. انت بتعلى يعني بتدل علي معلول كده لو ساعد ليفر في مصر وكده. لا هو لعبه المرتدات بتاعت الزمالك هو اكبر ده ان هو لعب علشان مساحات، انا اي مدرب في العالم بيدي مساحات بيلعب عليها، زيدان جارديولا يعني مدربين كتير قوي، ارتيتا كان ذات نفسه في ماتش تشيلسي لما كسب وكسب برضه على سيتي بالمرتدات عنده مساحات، المدرب الذكي بجد اللي هو اللي بيستغل المساحات دي في الهجمات المرتده ويروح ويجي، وده الزمالك ده اللي عمله حتى في الهدف الثالث، لو تشوف هدف الثالث لما اوناجي معرضها لاسامه فيصل، الشاب ده يعني بص مستقبل مصر جاي حرفيا، مستقبل مصر يعني هو ده اللي هياخد الشو بعد كده، يعني ده خير الكره المصريه بعدين، مش هنقول يعني اجيال بتسلم اجيال، اسامه فيصل عمل دي الهجمه المرتده من النجم عرضها لاسامه فيصل. بس نرجع ونقول يا حسام ان كارتيرون تفكيره صح من ناحيه الناشئين، يظهر الناشئين اكيد فكرته نجحت فكرته نجحت، انت لما ترجع لماتش اللي فات هتلاقي ان حسام اشرف نزل جاب جون المكسب في الدقيقه 94، تاني ما بعدها على طول اسامه فيصل نزل في ماتش الاهلي جاب جون اللعيبه بدات تاخد الثقه، ما هو يعني هدف وده يفتح برضه يا حسام العيون للنوادي الثانيه ان يبص للناشئين بتاعتهم.
بالظبط كده. هو مش كل حاجه فلوس والنوادي وصفقات. لا هو ولد ام بيستغل الناشئين بتاعته. بس حسام حسام فيصل وحسام اشرف حسام اشرف يعني خدوا ثقه من اللعيبه الكبيره. يعني الناشئين لما بتطلع يعني بيدوهم اللعيبه الكبار بتاع يعني بتحتويهم والكلام ده. هو كارتيرون عرف يستغل فتره التوقف صح بتاعه كورونا. اكيد الدوري وقف اكتر حوالي 4 شهور أو 5 شهور. اكيد بدا أكيد يطلع اللعيبه الناشئين. اكيد اكتشف في اكتر من لاعب يعني بدل اسامه فيصل وحسام اشرف في ياسين مرعي. اكيد طبعا. وبالعكس وبالعكس في نوادي تانية بصت للصفقات بدل ما يتدربوا على الناشئين يشوف مين اللي ممكن يبقى معاهم في الفريق الاول. في لا في نوادي تانية بصت للصفقات. انا اجيب مين بعد حوار الكورونا؟ امشي مين؟ اطلع مين اعاره؟ لا هو كل ده بصوا. هو اي فريق دلوقتي يعني الاهلي وزمالك حرفيا دلوقتي يعني بيسيبوا الموضوع الانتقالات ده لحد بعد بطوله افريقيا اللي هي دايما بتاثر كبير زي ما اثرت في ماتش الاهلي رمضان صبحي. رحيل رمضان صبحي كان فرق كبير قوي قوي في الماتش ده. يعني كان ممكن موجود سايب فرق كبير زي ما رحيل عبد الله السعيد برضو. رحيل عبد الله السعيد لحد النهارده الاهلي مش عارف يعوض عبد الله السعيد. اكيد اكيد. لا لاعبين كبار يعني احمد فتحي هيمشي من النادي الاهلي. رمضان صبحي كان عامل جبهه قويه جدا. علي معلول علي معلول افتقد فعلا رمضان صبحي. كان عاملين جبهه كانت اخطر جبهه في النادي الاهلي حرفيا علي معلول ورمضان صبحي. مش علي معلول الاهلي بعد كده اتهز بصراحه يعني ما نكرش ده. علي معلول لا خلاف عليه طبعا افضل باك شمال في الدوري المصري من ساعه ما جه تمام. بس في ماتش زي ده غيابات الاهلي في الماتش مأثره جامد عليه. انت لما ترجع تقول كهربا موقوف حسين الشحات متصاب يعني الغيابات مؤثره بشكل واضح. محمود متولي الفتره الاخيره لو كان محمود متولي سايب اثر كبير في الدفاع والمفروض مجلس اداره الاهلي يتحرك ان هو يجيب مدافع تاني بالوضع ده. ياسر ابراهيم مش هيعرف يكمل. هو في كلام فعلا محمد عبد المنعم الشاب الناشئ الصاعد وطلع اعاره. هو الاهلي فعلا بيفكر ان هو يقطع الاعاره بتاعته ويرجعه نادي الاهلي. وبرده ناشئ انت عايز مدافع عنده خبره. ما هو محمد عبد المنعم برغم صغر سنه ان هو يعني مدافع ممتاز قوي من درجه اوروبيه. يعني احمد يعني احمد حجازي حاليا بيلعب في الدوري الانجليزي. محمد عبد المنعم يعني طريقه لعبه شبهه بالظبط جدا جدا جدا. انت الاهلي دلوقتي يا حسام عاوز احمد حجازي كطول وكامكانيات لا يسد فجوه كبيره جدا في النادي الاهلي. احمد حجازي اكيد طبعا. احمد حجازي كان ليه تاثير كبير جدا في فترات الاهلي والزمالك. وفي مفاوضات اللي هو ان يرجع هو في مفاوضات. بس بالرغم ده كله ما ننكرش ان الاهلي عمل اداء عالمي بس الحظ ما توفقش فيه. الاهلي في اول 10 دقائق كان مسك الماتش. كره بادج اللي جت في العارضه في الاول دي لو كانت جت جون كان الماتش اتغير خالص. بس كل الحكايه في الدقيقه 13 او في اول ربع ساعه عامه الجون بتاع زيزو هو اللي هدى اللعب خلى لعيبه الزمالك تلعب وهي مرتاحه. ما هو هدف زيزو ده خد ولع الماتش. هدف زيزو يا وليد ما هو ده عمل ضغط على النادي الاهلي. انا عن نفسي برايي الشخصي قلت الماتش ده هيبقى اجوان. الماتش كره ليك وكره ليا. ما اجوان ليه ده. ما هو اجوان ليه. ما احنا هنقول اجوان ليه. ما انت عندك مساحات تمام. المساحات عندك مفتوحه هنا فاكيد هستغل ده. انت عندك اوباما بيجيد الاطراف برضه مش بلاي ميكر بس. عندك بن شرقي عندك اوناجم مظبوط. عندك احمد زيزو سريع سريع جدا ولاعب خامه كويسه قوي قوي قوي. بس اجوان. بس الهدف الاول خطف الاهلي. حتى الاهلي ما فاقش بعدين غير بعد التبديلين لما رجع للتشكيله الاساسيه بتاعته. بن شرقي كان عالمي. مصطفى محمد رجع بعد غياب تهديف صيام 5 مباريات على التوالي رجع قدام الاهلي واثبت نفسه بيقول انا مهاجم مصر فعلا واستحق مصر الاول. وهنا برضو يا حسام تيجي تقول بعد التعادل بتاع الاهلي كانت الناس كلها وكل الناس اللي بتتفرج قالت خلاص ان الاهلي كده هيكسب الماتش. لكن كارتيرون بيعرف يتعامل عرف يتعامل صح مع اللعيبه نفسيا بيعرف يأهلهم كويس. ما تنساش حاجه ده نفس الكلام اتكرر في ماتش الترجي. كان الزمالك كسبان 1-0 الترجي تعادل الناس كلها قالت خلاص الترجي هياخد بطوله سوبر افريقي. رجع الزمالك بدل يعني جاب بدل الجون جاب 2 وكسب 3. نفس الكلام برده اول مره نشوفها. كان على طول في ماتشات اهلي وزمالك الاهلي لو جاب جون كان خلاص الماتش يعتبر انتهى. الزمالك ما كانش بيعرف يرجع. بس دلوقتي الاهلي تعادل اللاعيبه يعني ما هيش اتوترت ولا اتعصبت لعبت وهجمت وكورتين بجابوا بس جميل. عايز اقول لك يا وليد ان الزمالك راجع عنده روح لان اللقاء اللي فات بعدم حضوره في المباراه ادى سبب ان هو عنده طار. وفي على السوشيال ميديا ضجه كبيره جدا قال لك لا قاتل يا مقتول في الماتش. الناس كانت بتقول قاتل يا مقتول في الماتش ما بيوصلش وعطلان على كوبري اكتوبر اتوبيس الزمالك وصل.
وشفنا زي اللي حصل. وقبل كده برضو ما وصلش الدور الاول وكان عادي جدا خالص ما وصلش، وكان لاسباب كتيره برضو بدون ذكر الاسباب دي. بس اللي خلى كارترون تفوق على الاهلي حاجه واحده، لو نتذكر الكارترون كان مدرب الواقعية تحت. لا لا والاهلي ندمان تفكير كارترون لا بعيد عن الكارترون، تفكير كارترون سليم. لا كان مدرب النادي الاهلي فحافظ عارف النادي وعارف مزلوب. اللي هي نقط ضعف هاني ايه، ياسر ابراهيم ايه، ما هو ده اللي شفناه في المباراه، ده اللي استغله، هو لعب على واقعيه النادي الاهلي، هو عارف قدرات النادي الاهلي، عارف قدرات اللعيب النادي الاهلي هيمشي عليها ازاي. وحافظ نادي الزمالك، حافظ لعيب نادي الزمالك ان محمد يعني مثلا الفرقه دي يعني التشكيله دي محمد هاني هيطلع، لازم تستغل المساحه دي، لازم تستغل الشوارع دي مش المساحه. خلي بالك برضه انت بتتكلم عن محمد هاني، محمد هاني كان مين اللي بيلعب عليه قدام؟ محمد عبد الشافي. محمد عبد الشافي عمل ماتش ملوش حل. ما انت محمد لعب هاني عنده 35 سنه بالشخصيه ديت وبالاداء بالروح، ماتش عالمي من محمد عبد الشافي. عشان محمد عبد الشافي هتأثر على الزمالك. أيوة. المفروض ان كارترون يبدا أوكي. يشتغل كويس على عبد الله جمعه الفتره الجايه. اصابه عبد الشافي هيغيب عنها من 6 ل 8 اسابيع تقريبا، يعني حوالي بتتكلم في شهر ونص او شهرين. المفروض كارترون يجهز عبد الله جمعه الفتره الجايه لانه هيحتاجه في ماتشات افريقيا. ما هو انت داخل على اهم مرحله في الموسم بالنسبه للاهلي وبالنسبه للزمالك. بس كده الزمالك داخل مستريح من ناحيه لعيبه فنيا هو داخل ونفسيا يعني مطمن عن الاهلي. عن الاهلي ماتش الاهلي ده، ماتش الاهلي والزمالك طبعا الدوري محسوم بنسبه 99% للاهلي خلاص، فدي كانت تعتبر بروفا لدوري ابطال افريقيا. تمام، فكده الزمالك مطمن. جماهير الاهلي ممكن تقلق شويه عن على اللعيبه بتاعتها خصوصا في ظل الاصابات. اكيد طبعا أكيد. ما هو يعني هو الحظ كان سيء جدا مع محمد عبد الشافي واتصاب. محمد عبد الشافي خبره كبيره، اللي هو عمل جبهه قويه مع بن شرقي ولعب على هاني وحده بس. يعني هاني كان الله يكتر خيره يعني بصراحه، انا يعني اشفقت عليه بصراحه في الماتش. كان محمد عبد الشافي وبن شرقي عليه. محمد عبد الشافي كخبره، يعني محمد عبد الشافي كان المفروض الزمالك يحتاجه بعدين في افريقيا. خلي بالك احسن برضه محمد هاني بيزيد، هو لازم يزيد لان اللي عندك الوينج اليمين فاضي، فلازم يزيد. وفي نفس الوقت لما تبقى فيه مرتده يرجع ويبقى عليه اثنين مش واحد كمان، لان هو كارتيرو مستغل النقطه دي، بيلعب عليه اثنين لاعبين. لو تلاحظ ووليد سليمان لما نزل اتلعب عليه اثنين. تلاحظ يا محمد بعد كده ايه اللي حصل؟ اتلعب على عليه اثنين من مين؟ من بن شرقي وعبد الشافي. عبد الشافي مظبوط. يعني كان الدنيا ليه بقى كارتيرون ما دخلش في العمق؟ بص يا حسام عشان حمدي فتحي بقى كان عامل ماتش، هفهمك برضه، وطارق حامد كان عاملين ماتش، كان محمد في صراع مع بعض. محمد هاني اعتبر ان الثلاثي بتاع الاهلي بتاع خط الوسط ما كانوش موجودين في الماتش. كان مريح عبد الشافي برضه طارق حامد وفرجاني ساسي. فرجاني ساسي كان بيميل يغطي مع عبد الشافي، حتى بعد ما عبد الشافي ما اتصاب الزمالك لعب اخر ربع ساعه ب 10 لعيبه ناقص لاعب. فرجاني ما بقاش يتقدم زي الاول. فرجاني بقى بدا يميل ناحيه عبد الشافي. مظبوط. والاهلي مضيع يعني كورتين في العارضه، ابو جبل شايل 3 كور، لو كانوا دخلوا جوان ما كانتش الجماهير هجمت. طب نرجع ونقول يا وليد، هو تفكير فايلر ولا حته توفيق من عند اللعيبه؟ يعني انت ايه من ايه رايك؟ تفكير فايلر ولا لعيبه ما وفقتش ولا اجتهاد منهم ولا ايه؟ تفكير فايلر. هو مش تفكير فايلر، التشكيله اللي مع فايلر والاصابات هي اللي اجبرته انه يلعب بالتشكيله دي. تمام. انا دلوقتي لما العب مثلا باجاي ومحمد مجدي قفشه، عندي مين على الدكه بره؟ هبص عندي الحلول الهجوميه وليد سليمان ايوه وجيرالدو بس. هبدا مثلا بثلاثه، يبقى عندي حل واحد بره. مروان محسن معلش نزل، يعني زي ما انت شايف الجماهير على السوشيال ميديا دلوقتي مش هو هجمته جامد جدا. هو بالذات في الكره اللي اتلعبت وكان فاكر نفسه تسلل وهو بعيد جدا. يكون مهاجم اصلا شغلته انه يقف في خط ال 18 ومش عارف هو واقف اوف سايد ولا لا. هو الماتش كان فيه مفاجات كتير وكان فيه كلام كتير اكتر من كده، بس للاسف وقت حلقتنا النهارده خلص. و الكلام كان كتير بس الوقت خلص. يا رب تكون الحلقه عجبتكم وتكون خفيفه عليكم. الاهلي والزمالك يمثلوا مصر في دوري ابطال افريقيا، كل التوفيق ليهم.